الجزائر مباشر فضاء الأخبار والأحداث على الإخبارية وعينك على الخبر والحدث. تتابعون اليوم في الملف: الصناعة التحويلية خيار استراتيجي وقاطرة للتنويع الاقتصادي، ودوليا تواصل القصف الهمجي العدواني لإسرائيل على غزة، ومجلس الأمن يجتمع غدا لبحث الوضع في القطاع. ورحمة الله تعالى وبركاته. خطت الجزائر خطوات هامة في مضمار التنمية الاقتصادية بصفة عامة والتنمية الصناعية بصفة خاصة، تطور أوجدت له الدولة الأساس والبنى التحتية لقيامه. ونتيجة هذا التوجه قفزت مؤشرات الإنتاج الصناعي والقيمة المضافة. وبوسم قانون الاستثمار الجديد تعد المشاريع ذات الأولوية تلك التي تشكل بديلا للواردات وتساهم في تنويع الصادرات. الدولة اليوم تراهن على الصناعة التحويلية من أجل رفع المداخيل خارج المحروقات، مع التركيز على أن الدخول فيها يعد قمة الإنعاش الاقتصادي والحركية الاقتصادية. وفي الحركية الاقتصادية وفي مجال الصناعة التحويلية وبعد العصرنة والتحديث وبتوجه جديد، مجمع الصناعات التحويلية الغذائية وعبر 9 وحدات يصبو إلى الرفع من القدرات الإنتاجية له التي تفوق مليوني قنطار من مختلف العجائن لتمويل السوق وتوزيع نقاط البيع الأنموذج. يعرض عبد العزيز عليم في هذا الموضوع. الصناعة التحويلية الغذائية سجلت سنة 2021 نمواً في الإنتاج السنوي قارب 62%، حققته عدة مجمعات ناشطة على رأسها المجمع العمومي الصناعي والتجاري لإنتاج السميد والعجائن الغذائية وزيت المائدة أجروديف، عصرنة في التجهيز وتوظيف حسب التخصص. المجمع يحتوي على 9 فروع، 7 فروع للإنتاج سميد والفرينة والعجائن، فرع للتسويق وفرع للزيوت. تقني سامي في تحويل الحبوب، متخرج من معهد متخصص في الأغذية الفلاحية. جاتنا فرصة وانتمينا لهذه المؤسسة، مؤسسة أجروليف، وهنايا كمنصب مسؤول عن عمل إنتاج مختلف مراحلها. تحويل القمح الصلب واللين وإنتاج مختلف العجائن الاستهلاكية مكن المجمع من إنتاج سنوي يزيد عن 2 مليون قنطار من مختلف المنتجات الاستهلاكية عبر كل وحداته، بما فيها وحدات أجروديف الوسط بالبليدة. مركب إنتاج العجائن الغذائية بسعة 864 قنطار يوميا، فيه 3 خطوط إنتاج: خط إنتاج للعجائن الطويلة، خط إنتاج للعجائن القصيرة ب7 أنواع، وخط إنتاج للطعام. عندنا تسويق ل5 ولايات، عندنا ولاية الدليلة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازا، عين الدفلة والمدية. فيها عدة مشاريع في طور الإنجاز وراح تدخل عن القريب العاجل في الإنتاج. مركب عين بسام ومركب البويرة فيما يخص الفارينة بقدرة 5000 قنطار يومي، والأجان بدون جلوتين أيضا في القريب العاجل في مدينة بوشقوف بقلمة، والبسكويت في مدينة محمدية. مجمع أجروديف ب9 مصانع إنتاجية و7000 عامل، سلسلة متكاملة للصناعات التحويلية رهانه تنويع المنتج وبلوغ الاكتفاء الذاتي في المصنعات الغذائية لتكون العتبة الأولى نحو تحقيق الأمن الغذائي. تحقيق الأمن الغذائي وهو التوجه الاستراتيجي للدولة الجزائرية اليوم من خلال المخطط الاقتصادي للسيد الرئيس، الذي يتحدث عن سنة 2022 بأنها سنة إقلاع اقتصادي انطلاقا من كل روافده بما فيها الصناعة، والصناعة التحويلية تعتبر كذلك الأساس. للحديث عن الموضوع ضيوف الجزائر مباشر على التوالي: الأستاذ إسحاق خرشي الخبير الاقتصادي. ورحب بك أستاذ خرشي، شكرا على قبول استضافة الجزائر مباشر. أهلا وسهلا، شكرا الاستضافة. وأرحب كذلك بالدكتور العربي الغويني الخبير الاقتصادي. دكتور غويني مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا. أبدأ معك أستاذ خرشي. الصناعة التحويلية خيار استراتيجي للتنويع الاقتصادي، ما هي الصناعة التحويلية وما هو أثر هذا القطاع على النمو الاقتصادي؟
الصناعة التحويلية أحد أنواع الصناعات التي تعول عليها دائما دول التي تريد تحقيق إقلاع اقتصادي. الصناعة التحويلية مرتبطة بشكل كبير بمدخلات أساسية للقطاع الفلاحي وللقطاع القطاع الطاقة وبالتحديد قطاع البتروكيماويات. نعم. وعندها عدة أنواع، لأن من بينها صناعة المواد الغذائية، صناعة البلاستيك، صناعة الزجاج إلى غير ذلك. الشيء المهم في الصناعة التحويلية هو أنها تحسن دائما في مؤشرات الاقتصاد الكلية، كنسبة التشغيل أو معدل البطالة كما نسميه، في نفس الوقت أيضا معدل النمو، لأنها ترتبط بعدة قطاعات. فحتى نبرز الأهمية الكبيرة لقطاع الصناعة هو أن الصناعة التحويلية هو أن هذه الصناعة مرتبطة بمدخلات كثيرة، لذلك الذي يحد من نمو هذه الصناعة أو يدفع بهذا النمو لهذه الصناعة هما المدخلات الأساسية لكل القطاعات باعتبار أنها مرتبطة بالصناعة التحويلية. هذا الشيء مهم جدا بالنسبة للجزائر إذا أردنا أن نكمل مسار الإنعاش الصناعي، ولذلك لابد دائما أن نحدد المدخلات الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية اللي هي كثيرة، ولكن أهمها أبرزها هو القطاع الفلاحي وقطاع الطاقة، بالأخص قطاع الصناعات البتروكيماويات، لأنها مدخلات أساسية في الصناعة التحويلية. إذا أردنا أن وإن كانت بعض الصناعات التحويلية تتطلب إمكانيات معتبرة كالمناجم مثلا، بالفعل ومشروع غار جبيلات أحد النماذج الحية الجديدة. نعم، تمتد إلى حتى يعني المعادن مثل المنجم الموجود حاليا، منجم غار جبيلات، واللي في إمكانيات ضخمة ويتطلب عمليات تحويلية. فكل عملية تحويلية لمادة خام أو مادة نصف مصنعة إلى مادة نهائية نستطيع اعتبارها ضمن الصناعة التحويلية. لذلك أريد فقط أن أركز بأنه الصناعة التحويلية مرتبطة بعدد كبير جدا من القطاعات، هي التي تحدد مدى نمو أو انخفاض نمو المعدل النمو الأساسي لهذه الصناعة. نعم. واضح دكتور إسحاق. أتحول إلى دكتور العربي غويني. دكتور العربي، نحن عنونا الملف بأن الصناعة التحويلية خيار استراتيجي وقاطرة للتنويع الاقتصادي. الآن هنا أسألك، ما هو التنويع الاقتصادي وما هي مؤشرة قياسه إذا أردنا صحيح أن نصل إلى مقام التنويع الاقتصادي؟ بطبيعة الحال هنا لابد أن نشير إلى بعض المنطلقات، وهي منطلقات الصناعات التحويلية. إذا توفرت هذه المنطلقات يمكن أن نتحول فعلا إلى صناعات إلى صناعة تحويلية. من بين هذه، لأن هدف الصناعات التحويلية الوصول إلى التنويع الاقتصادي، أي أن لابد من وجود صناعة تحويلية حتى نصل إلى تنويع اقتصادي. هذا التنويع الاقتصادي بمفهومه الاقتصادي وبتعريفه أن الجزائر تعتمد في دخلها الوطني على عدة قطاعات، بعدما كان قطاع المحروقات يمثل أكثر من 97% أو 96% أو 94%، لابد من إشراك القطاعات الأخرى، قطاع الفلاحي، قطاع السياحي، قطاع الصناعي في الدخل الوطني. لهذا لابد أن نصل إلى التنويع الاقتصادي، ولا يمكن أن نصل إلى التنويع الاقتصادي الذي قلت لك أنه هو أهداف الصناعات التحويلية، أن بالصناعة التحويلية نصل إلى التنويع الاقتصادي. إذن المنطلقات الصناعات التحويلية لابد من توفر شروط، هذه الشروط لابد أن نعرفها ثم نقوم بإسقاطها على الواقع الاقتصادي الجزائري. من بينها وجود المادة الخام، ثانيا الموارد البشرية، والنقطة الثالثة هي الآلات أو التجهيزات. ضف إلى ذلك لابد من أن نملك أو نمتلك الميزة التنافسية. هذه المنطلقات إذا سألتني عن هل هي موجودة في الجزائر، أقول لك بالفعل موجودة في الجزائر، والجزائر تتوفر على هذه المقومات أو المنطلقات التي تجعلنا نجسد الصناعات التحويلية. تقول لي ماذا كانت تعتمد الجزائر؟ أقول لك أن الجزائر في السابق كانت تعتمد على الصناعة الاستخراجية ولا تعتمد على الصناعة التحويلية. لما جاء السيد رئيس الجمهورية ألح وأكد مرارا على أنه ضرورة أن تتحول صناعتنا إلى صناعات تحويلية من خلال
بعض الميزات التي منحها في قانون الاستثمار، وكذلك حتى في مداخلاته عندما قال أن أي شركة أو أي شخص أو أي فرد يريد أن يستثمر في مجال صناعة التحويلية يصل التمويل إلى 90%. وبالتالي تخيل معي في السابق لو نرجع كان 60% أو كان لا يتجاوز 60% بين 20 إلى 60. ولما نرجع إلى الوراء قليل إلى الوراء أقول لك أننا كيف يعقل أن نملك نحن المادة الخام، نبيع المادة الخام ثم نستورد الصناعة التحويلية بأثمان بايضة، نورد أو نصدر بأثمان زهيدة ثم نستورد تلك المواد التي نملك الموارد البشرية، نملك المادة للأسف الشديد، نملك المادة الخام ونستورد تلك الصناعة التحويلية. وبالتالي أساس الاستراتيجية الواضحة في علاقاتي حتى في علاقاتنا مع دول الشركاء التي ننوي أن نبني شراكة تدخل في مجال ترقية وإنشاء صناعة تحويلية، لأننا بالفعل نحتاج إلى صناعة تحويلية. نعم، الصناعة التحويلية التي يعتبرها الخبراء فرعا أساسيا وحتى هاما للقطاع الصناعي، كيف ذلك أستاذ خرش؟ لماذا الصناعة التحويلية تتميز أو تنفرد بهذه الميزة بأنها فرع أساسي للصناعة ككل؟ لأنه الصناعة التحويلية تمنح الثقة لكل أنواع الصناعات. لماذا؟ لأنه في الغالب لما يكون فيه فائض في الإنتاج الصناعي لمختلف القطاعات الصناعية، قطاع صناعة الحديد، قطاع صناعة الملابس، قطاع صناعة النسيج، مختلف القطاعات، الفائض يحول للصناعة التحويلية حتى يتم تحويله إلى مواد أخرى. لذلك لو ما يكونش فيه صناعة تحويلية أصحاب المؤسسات في مختلف القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها يكون في تخوف، ما يقدروش يروحوا للبوتنسيال، إمكانيات النمو الكبيرة، معناها ما يستغلوش طاقاتهم الإنتاجية. كدليل على ذلك ولا مثال، شفنا في سنة 2020 إنتاج القطاع الفلاحي بلغ 25 مليار دولار، ولكن كان كاين مشكل خاص بالفلاحين، ما لقاوش وين يصدروا هذه المنتجات. فرئيس الجمهورية دخل وأمر بتصدير بعض الفائض نحو تونس، وكان في أيضا عقود مع بعض المؤسسات الوطنية حتى يصرف يعني هذه المنتجات. فلما المنتج يرى أنه قطاع صناعة تحويلية ضعيف ما يستغلش كامل طاقاته الإنتاجية، لذلك فالصناعة التحويلية مرتبطة بشكل كبير بالصناعة لأنها تمس مختلف القطاعات الصناعية. في هذا الإطار رئيس الجمهورية أمر بشراء مصانع جاهزة في ندوة الإنعاش الصناعي في 2022 حتى يكون فيه تحرر أو رفع المكابح عن كل القطاعات، لأن الفلاح الذي ينتج في هذه السنة وبعد ما يلقاش كيفية تسويق هذه المنتجات يتخوف في السنة المقبلة قد يغير الشعبة، بالتالي تختلط الأمور نوعا ما من ناحية كمية المواد الموجودة في السوق. ولكن لما تكون في صناعة تحويلية قوية، وهذا ما أمر به رئيس الجمهورية سواء من حيث التعليمات المتعلقة بشراء مصانع جاهزة أو من حيث تصنيف قطاع صناعات تحويلية ضمن نظام القطاعات في قانون الاستثمار، أو من خلال تدعيم المدخلات الأساسية للصناعة التحويلية والتي نمتلك فيها ميزة نسبية وفي بعض الأحيان ميزة تنافسية. في قطاع الفلاحي اللي هو مدخل أساسي للصناعة التحويلية نمتلك ميزة نسبية، عندنا 44 مليون هكتار أراضي صالحة للزراعة ولكن مستغلين منها 8 مليون هكتار فقط، رغم أنه عندنا مقومات، عندنا نسبة امتلاء السدود المقبولة، رانا نتوجه لإنشاء محطات تحلية مياه البحر. لذلك فالأراضي الزراعية ممكن أننا نرفع من نسبة استغلالها حتى نوفر المدخلات للصناعة التحويلية. عندنا أربع فصول بمعنى تسمح بجني المحاصيل وإلى غير ذلك، ثم عندنا ميزة تنافسية في قطاع الطاقة اللي هي قطاع النفط، فيه العديد من المشتقات اللي طلب عملية تكرير تكرير ذلك، بدليل أننا أوقفنا استيراد البنزين والديزل في سنة 2021 ووفرنا العديد من الأموال أو العملة الصعبة إلى غير ذلك. دونك عندنا مقومات، وأهم شيء هو توفر الإرادة السياسية. رئيس الجمهورية يرى أنه الصناعة التحويلية لما تكون موجودة فهي تدعم النمو لبقية الصناعات، لأنه كل فائض
في مختلف قطاعات صناعية يوجه للصناعة التحويلية. هو الوعاء يعني. هو الوعاء الذي يستقطب كل هذا. ولكن لما تكونش فيه صناعة تحويلية يكون تخوف، بالتالي معدلات النمو تتراجع وتتناقص. واضح جدا. في ندوة الإنعاش الاقتصادي كان يتحدث دكتور العربي غويني الأستاذ خرشي، أشار إلى ندوة الإنعاش الاقتصادي التي طبعا نظمت برعاية السيد الرئيس الجمهورية، وتحدث حتى هو عن رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام، يعني بين نسبة التراوح الآن بين 10 و15% على الأقل، هو تكلم على هذه النسبة. ما هي قراءتك؟ شوف هو أو كيف يمكن أن يلعب الصناعة التحويلية دور ايضا في الدراسه؟ اعدت في 2000 في اواخر 2020 وبدايه 2021 صندوق النقد العربي، وجدوا ان الجزائر ان نسبه مساهمه الصناعه التحويليه لا تتجاوز 4.5. وبالتالي الانعاش الاقتصادي او الاقلاع الاقتصادي في الجزائر خاصه في ميدان الصناعي بمؤهلاتنا وبشروط الانطلاق لابد أن نعتمد اعتمادا حقيقيا على الصناعة التحويلية، لأن بالصناعة التحويلية بقدراتنا وبمقدورات الجزائر بما تملكه لابد أن تساهم هذه الصناعة التحويلية في زيادة في الوصول إلى التنويع الاقتصادي وفي زيادة صادراتنا وفي زيادة معدلات النمو وبصفة عامة في تحسين مؤشرات النمو ومؤشرات الاقتصادية بطبيعة الحال. استسمحك دكتور العربي غويني، طبعا تكملة للموضوع في الجزائر مباشر بعد قليل. اهلا بكم من جديد دكتور العربي غويني، كنت تتحدث عن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام. بطبيعة الحال وهو هدف اسمى رفعه السيد رئيس الجمهورية من اجل الرفع من مساهمة الصناعات التحويلية، التي دائما أؤكد أننا نتوفر على منطلقات تجسيدها، بالإضافة إلى أننا كذلك نمتلك إلى آليات تنفيذها كذلك، لأن الآليات وضعت، تم وضع قانون استثمار. هذا قانون الاستثمار في طياته وفي بنوده أشار إشارة واضحة إلى تدعيم وإلى سن مواد وقواعد تؤكد على أن الدولة تتجه إلى الصناعات الغذائية وإلى القطاع الصناعي، لأن نشوف مثلا مساهمة القطاع الصناعي حاليا، القطاع الصناعي حاليا هو بحق مقارنة بما تملكه الجزائر من مؤهلات ومن إمكانيات ضعيف. وبالتالي أراد السيد رئيس الجمهورية من خلال استراتيجية واضحة سن قانون الاستثمار، ويبحث عن شراكات في، لما تشوف أنت مثلا تركيا، لما تشوف مثلا إيطاليا، لما تشوف بعض الدول التي فعلا أبرمنا معها اتفاقيات لها بعد، ولا كذلك تملك صناعات تحويلية وتملك صناعة تحويلية وهي مرتبة ترتيبا في ترتيب العالمي. بالتالي نستفيد في الصناعة التحويلية من خبراتها بطبيعة الحال. نعم. في شراكة، لأن عليه حتى قضية لما نقول لك أنا لابد أن أتوفر على التكنولوجيا، هذه التكنولوجيا وهذه الآلات قد نستمدها عن طريق شراكاتنا مع إيطاليا، عن طريق شراكتنا مع تركيا. وبالتالي نحبنا أو يتم بناء استراتيجية واضحة المعالم متكاملة من بداية، كما أشار زميلي، من بداية الفكرة إلى غاية التفكير، ليس فقط في تلبية الطلب المحلي أو طلب السوق، بل نفكر كذلك في مسألة التصدير. لأن المعطيات وأهمية صادرات منتجات الصناعة التحويلية، لأننا نملك المشكلة، أنا نملك حتى قضية مثلا لما تشوف الوسائل النقل اللوجستيك الآن الجزائر كذلك تحضر لهذا الجانب وتوفير اللوجستيك لتصدير منتجات الغذائية إلى إفريقيا. دكتور غويني، كيف تقدر مساهمة الصناعة التحويلية اليوم يعني في الناتج الداخلي الخام؟ لن أسأل هل هي كافية أو هل تراها ربما كافية في، لا شوف، مع لهذا الوقت الراهن مع طموحات السيد رئيس الجمهورية. نعم. مع طموحاته واستراتيجيته ما زال لم نصل إلى تلك النسبة التي توصلنا إلى التنويع الاقتصادي. نعم. السيد رئيس الجمهورية يعول كثيرا
من خلال مداخلته على صناعة التحويلية. إذا لابد أن نصل ربما عام عامين ثلاث سنوات، وهي استراتيجية هذه، ما معناها ماهيش بالضرورة أننا نوصل في 2022، ماهيش بالضرورة نوصل في 2023، لأن ما تنساش بلي عندنا رواسب وعندنا مخلفات وعندنا أزمة كورونا ضربت وعندنا وجب احتوائها بطبيعة الحال. وبالتالي الآن النسبة المحققة مقارنة بالوضع الاقتصادي السابق فإنها نسبة مقبولة. جيد دكتور إسحاق، نسبة مقبولة إلى حد كبير، ولكن القطاع الفلاحي للأسف، يعني قطاع الفلاحة اليوم يشكي من غياب هذا النوع من الصناعات. ما الأسباب يعني في نظرك أستاذ خرشي؟ بالفعل هو قطاع، هذا ما كنت أتكلم عنه، يعني الدول التي تمتلك وضعية تنافسية قوية لقطاع صناعة التحويلية عندها المدخلات قوية، من بينها القطاع الفلاحي. لما نتكلموا على إيطاليا مثلا اللي عندها قطاع صناعة تحويلية قوي، إيطاليا صدرت في 2021 52 مليار دولار صناعات غذائية فقط، دونك عندها المدخلات الأساسية قوية. ثم تأتي العملية التحويلية ومن بعد تزيد تجي دور وزارة التجارة من خلال عملية النقل. دونك اليوم حنا باش نفعلوا قطاع صناعة تحويلية لازم نقويوا المدخلات اللي هي القطاع الفلاحي. في هذا الإطار اقترحت ولازلت في الاقتراح هو أننا يجب أن نعقد ندوة وطنية للإنعاش الفلاحي تماما مثل ما فعلنا مع قطاع نظيرتها في الصناعة. نعم نعم، استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل، رفع المشاريع، رفع العراقيل عن المشاريع الفلاحية، إحصاء عدد الفلاحين في القطاع الرسمي في قطاع غير رسمي، أنه في القطاع غير رسمي في فلاحين، بعض الأحيان يرفعوا في الكميات المنتجة ويدخلوها للسوق، بعض الأحيان يخفضوا في الكميات المنتجة، وبالتالي نشهد تذبذب غير معقول في الأسعار، بعض الأحيان الأسعار ترتفع بشكل جنوني ثم تنخفض، هذا السوق موازي، هذا فلاحين غير مدرجين في الأطر الرسمية. لذلك تقوية القطاع الفلاحي لا يكون إلا بالعمل حسب تجربة سابقة ناجحة في قطاع الصناعة، لا يكون إلا بالعمل مع وسيط الجمهورية أو ننشئ لجنة تكون تابعة، لأنه الأمر أرى أنه في صعوبة على مستوى وزارة الفلاحة، ربما تكون تابعة للوزارة الأولى، ربما رئاسة الجمهورية، حتى نعيد نفس التجربة اللي قمنا بها في قطاع الصناعة مع قطاع الفلاحة. في عدد كبير من الأراضي الزراعية غير المستغلة بما فيها الصحراوية. نعم بما فيها الصحراوية، دونك عندنا 44 مليون هكتار مستغلين، 8 مليون هكتار فقط. لماذا؟ لازم نديروا ندوة وطنية، نديروا دياغنوستيك استراتيجي، تشخيص وطني. نعم. لماذا؟ كيف وما هي النسبة؟ شحال لازم نكونوا في 2023؟ شحال نرفعوا نسبة الاستغلال؟ وعندنا مقومات دينا ننتجوا نحو ضمان الأمن المائي، الأمن الطاقوي، عندنا كهرباء باش نوصلوا للفلاحين إلى غير ذلك. دونك أنا أرى أنه المرور للصناعة التحويلية يكون نقطة البداية بالقطاع الفلاحي، وبعد تدخل الصناعة من خلال تطبيق الأوامر وتعليمات رئيس الجمهورية متعلقة باستيراد مصانع جاهزة، فيما بعد العملية الأخيرة قطاع التجارة من أجل النقل والتصدير نحو الخارج. نبقى دائما في الاستثمار الفلاحي الصناعي. الآن تنمويا ولاية الطارف تشهد عاما استثنائيا من حيث إنتاج الطماطم الصناعية، يركز المستثمرون في الولاية أو المستثمرون الصناعيون بولاية الطارف على توسعة الهياكل التحويلية لمضاعفة الكميات المحولة بعد أن حققت هذه الشعبة اكتفاء ذاتيا. تقول ابتسام بجاوي. الهدف الأول المحقق في هذا السياق هو التوصل إلى الاكتفاء الذاتي من حيث إنتاج المادة الأولية، وهو مركز الطماطم الثلاثي والذي لم تعد الجزائر بحاجة تماما إلى استيراده من الخارج. قبل ثلاث سنوات كنا يعني نستورد كميات معتبرة من المادة الأولية لهذه الخاصة بالطماطم، كانت الخزينة العمومية يعني أرهقناها بزاف من ناحية هذه. دونك احنا الحمد لله عنا عامين ديجا حققنا الاكتفاء الذاتي تاع المادة هذه، ومانون اون بونس افير والي ميم فير ليكسبورطاسيون تاع المادة هذه. المحولون الغذائيون بالطارف استثمروا ايضا في النوعية، فبغض النظر عن ملايين الاطنان من الطماطم المحولة اصبحوا اليوم يركزون على العوامل الجالبة في المنتوج الجزائري لتسويقه جهويا ودوليا في شكله النهائي المحول. المنتوج تاعنا راهو يصير مطلوب، راهو 100% طبيعي، يعني ما عندناش جيبوا طماطم معنا كما راك تشوفي،
نرحيوها نحطوها في البتية، يعني ما منتوش طبيعي 100%. عندنا اتصالات مع افريقيا وكموريتانيا النيجر ومستعدين باه نصدروا المنتوج، احنا المنتوج تاعنا الناس كل يعني تطلبوا فيه، ونخرجوا يعني من المحروقات، نخرجوا من فلاحة يعني بربي ان شاء الله يعني فيها امل كبير. نتائج تحققت وأخرى ستكون بفضل التحكم التام في عملية تحويل أكثر من 4,500,000 قنطار من الطماطم الصناعية هذه السنة بالطارف. رانا جاهزين 24 ساعة على 24 ساعة. المردود كان في المستوى، ما كناش يعني ننتظروا، الحمد لله تفاجأنا المردود ما شاء الله، البريكس كانت أنا طالع ما شاء الله، وإن شاء الله نروحوا هكذا بالاستقبال حتى آخر أوت، والسعر بربي إن شاء الله راح يكون مانتونيو، السعر راح يكون في المستوى تاع العام الماضي بإذن الله. 4,800 هكتار خصصت لزراعة الطماطم الصناعية بالطارف التي تحول يوميا أكثر من 10,000 طن، وهي معدلات هامة سمحت بتحقيق الأهداف المباشرة لهذه الشعبة بالولاية. ونحن نتحدث عن موقع الصناعة التحويلية في المجال الفلاحي، ننظر بعين الاهتمام دكتور العربي غويني كذلك إلى استحداث ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية كأداة لترقية الزراعة الصناعية الاستراتيجية، وهي زراعات ذات طابع استعجالي. شوف الآن في نظر الدولة طبعا. طبيعة الحال شوف لما نتحدث على الروبورتاج وتكملة لما تحدثت عنه، أقول لك لابد أن نملك استراتيجية واضحة المعالم وبدأت تتضح، بحيث مسألة ليس فقط تحقيق اكتفاء ذاتي أو فائض في الإنتاج، لأننا حققنا في سنوات سابقة حققنا فوائض في الإنتاج، لكن لم نستطع أن نتصرف أو أن نتصرف في هذه الفوائد كما صار في المنتجات الفلاحية في واتسو في بسكرة وفي غيرها. فنملك في الولايات، تخيل ولايات صحراوية حققت فوائد في الإنتاج الفلاحي، لكن للأسف الشديد لم نكن نملك في سابق نظرة تكاملية بين القطاعات التي تعمل على تصريف هذه الفوائد في الخارج، وكذلك لم نستطع في السابق أن نتحكم في السوق. نعم، قدرناش نتحكم في السوق في السابق. إذا لابد من أن نتحكم في السوق. ثانيا لابد أن تكون هناك تعاون تكامل بين القطاعات لتصريف هذه المنتجات، لأن تصريف المنتج الفوائض هذه إلى الخارج يتطلب شروط. من بين هذه الشروط لابد أن تكون عندك وسائل نقل، لابد أن تتوفر هذه المنتجات على معايير الجودة، لابد أن تكون هناك مرافقة من طرف وزارة التجارة لهؤلاء الفلاحين. زيد لابد من منظومة مصرفية تتفاعل مع عملية التصدير. هذا ما سنذهب إليه من خلال مقترحات السيد رئيس الجمهورية، وهو فتح مثلا وكالات بنكية في الخارج يعني على سبيل التمويل، تقوية شبكات النقل عن طريق اليوم تحققت نحو دكار نحو موريتانيا بعد، وبالتالي معناه وجدنا منافذ لتصريف هذه الفوائد. لان شوف الان لما نقول لك انا لو نرجع شويه، انا دائما نقارن بالسابق، مقارنه بالسابق كنا نستورد، حتى في الروبورتاج قال لك كنا بعد قبل 3 سنوات كنا نستورد الطماطم، نستورد حتى الطماطم الصناعيه، نستورد الطماطم لنصنع، نعم نقدم طماطم مصبره يعني. تخيل معي الاول سؤال نسال انا، نقول كيف حققنا هذا الاكتفاء الذاتي، كيف حققنا هذا الفوائد، هل لا يعقل أن نصدر هذه الفوائد وتحكم في هذه الفوائد؟ بقات أنه وش بقات؟ لابد أن تكون قطاع التجارة أو القطاع التجاري والفلاحة تكامل، بارك الله طيب. فيك هذا التكامل هو الذي يبحث عنه. لماذا؟ لما تشوف حتى في خطاب السيد رئيس الجمهورية قال لك على التعديل الحكومي، لا لابد أن يكون هناك تكامل بالقطاعات، ما هوش كل قطاع يدير استراتيجية وحده، لو كان فذر كل قطاع يدير استراتيجية وحده ما تمشيش الأمور، لكن لابد من استراتيجية تكامل بين القطاع التجاري بين القطاع المالي وبين كذلك القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي، باش نقدروا شوف تخيل معي لما تقول انت تصدر المنتوجات الصناعه التحويليه، لما احنا نحوس نصدروها للخارج لاكتفاء واهميه هذه المنتجات يعني في تنويع نحو الخارج، باش تصدر هذه الصناعه التحويليه لابد من وجود هذا التكامل بين هذه القطاعات.
نعم أستاذ خرشي، تحدثت عن ندوة الإنعاش الصناعي وأنا أعود إليها. أحد ورش الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي أوصت بتشجيع الفلاحين على الاستثمار الجماعي في الصناعات التحويلية. بالفعل هذا يحل مشكل الخاص بالفوائض الإنتاجية اللي تكون عند الفلاحين. العديد من المرات الفلاحين يضطروا إلى التخلص بطريقة ما من يعني المحصول اللي تعبوا عليه سنوات طويلة. دونك هذه أحد الحلول المقترحة لإيجاد يعني منفذ لتصريف هذه المنتجات. أنا حبيت نقول شيء واحد مهم جدا، وهو أنه أكبر تهديد للصناعة التحويلية لأي دولة في العالم هو التذبذب في كميات الإنتاج. لو قطاع الفلاحة يسجل في هذه السنة 25 مليار دولار والسنة اللي بعدها 20 والسنة اللي بعدها 15، المستثمر يتخوف لأنه فيه تهديد بالنسبة للمدخلات. هناك انخفاض في المدخلات التي أستعملها في الصناعة التحويلية، فيكون فيه تخوف، يكون فيه تراجع. لذلك حتى تكون الصناعة التحويلية قوية جدا لازم تكون نسب أو معدلات النمو في القطاعات اللي تمثل مدخلات لهذه الصناعة مرتفعة أو ترتفع من سنة إلى أخرى، لأن التذبذب في كميات الإنتاج يهدد الصناعة التحويلية. بالعودة إلى سؤالك، هذا الاستثمار الجماعي، نعم استثمار الجماعي خصوصا الفلاحين، نعم مهم جدا لأن هو نوع من التكامل، لأنهم هم يقومون بالإنتاج ثم يستطيعون أن يعملوا على تحويل هذه المحاصيل الخاصة بمختلف العمليات الإنتاجية التي يقومون بها، وبالتالي ينتقلوا من الفلاحة نحو الصناعة التحويلية. يعني أحد الحلول المقترحة وأعتقد أنها فعالة جدا. نعم، ونحن نتحدث حتى عن الاستراتيجية التي يمكن للجزائر أن تتبناها للإقلاع بالصناعة التحويلية مستقبلا. نعود إلى التوجيهات والأوامر التي أصدها السيد الرئيس في أحد مجالس الوزراء، يعني كان بطابع استثنائي مجلس وزراء استثنائي، تحدث عن ضرورة إعطاء الأولوية المتعلقة لتحويل المواد الأولية الوطنية بدل تصديرها. قراءتك في هذا الشق، لأن هناك دور تلعبه في خلق الثروة ومناصب الشغل، حتى أكون وفيا لما ذكر. شوف أنا أقول لك، انطلاقا من تعليمات السيد كان هناك إهدار لمكتسبات وإهدار للمال العام وإهدار للمادة الخام. كيف يعقل أن نصدر مادة خام إلى 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 إلى, إلى الخارج نصدرها ونحن باستطاعتنا أن نبني قطاعات أخرى، أن نجعل في قطاعات أنشطة. كيفاش يعقل مثلا أنت مثلا مادة البترول تصدر كمادة خام، وبإمكانيات الجزائر وبمواردها البشرية وبإمكانياتها أن تعمل وتصنع مشتقات بترولية أغلى في الثمن من المادة الخام، وبالتالي معناها السيدة الأولوية المطلقة لتحويل المواد الأولية، لتحويل المواد الوطنية. لأن شوف لما تشوف الجزائر في ممتلكاتها وفي مقدوراتها وفي مخزوناتها نستطيع أن نبني صناعة تحويلية قوية. زيد لما تشوف نعطي مثال بسيط برك، في مثلا في الصناعات التحويلية المتعلقة بالفلاحة لبيك الكواليتي النوعية المواد الفلاحية من أرقى الأنواع المتعلقة بالمنتجات الفلاحية. تشوف مثلا فواكهنا ومنتجاتنا الأخرى الفلاحية من أرقى، مقارنة هذه دراسات في 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 الخارج، من أرقى حتى مثلا الدب إلى غير ذلك من المنتجات الفلاحية من أرقى. زيد مثلا تشوف البترول الجزائر سحاري الجزائر من أرقى أنواع البترول، وبالتالي لما حبان الله تبارك وتعالى حبان بهذه المواد الأولية والمواد الخام، إذن لابد من استغلال الأمثل لهذه المواد الخام وتحويلها إلى صناعة. زيد أنت لما تدير صناعة تحويلية ما درت رك حدثت وثبة اقتصادية في خلق الثروة ومناصب الشغل وحركت القطاعات الأخرى. لما تروح تتصدر المادة الخام مباشرة ما معنى وش قدرت، وكأنك كسرت كل الأنشطة المتعلقة.
لما تشوف كما ذكر زميلي وتكلم بزاف على الفلاحة والمنتجات الفلاحة، انت راك حركت القطاعات الاخرى، هل الفلاحة راح تحرك لك القطاع الصناعي، وبعد القطاع الصناعي يحرك لك القطاعات الاخرى، والحمد لله الان لما تشوف شروط مثلا شروط مناخ الاعمال متوفرة، إرادة سياسية متوفرة، بعض المؤشرات تبعث على الارتياح، وبالتالي ما يخصنا أننا لابد أن نذهب قدما إلى تطبيق هذه الاستراتيجية. الدولة تتبنى هذه الاستراتيجية، والدولة أيضا تمنح الأولوية أستاذ خرشي لمشاريع الصناعة التحويلية للحصول على العقار الصناعي، وهو ما وجه به سيد الرئيس أيضا. نعم، فقط أريد العودة إلى النقطة التي تكلمنا عليها خاصة باجتماع مجلس الوزراء ونربطها بالحدث الموجود حاليا وهو انطلاق أشغال في منجم غار جبيلات، تصدير الحديد في مادة خام سعره في الأسواق الدولية 100-150 دولار للطن، لكن لو نصدره في شكل صفائح ولا ألواح معدنية للطن الواحد من 600 حتى 800 دولار للطن، تخيل الفارق. دونك هذا القرار اللي قدمه رئيس الجمهورية من منطلق اقتصادي بحت حتى نتحصل على المزيد من العملة الصعبة. سؤالك كان حول أن الدولة اليوم تمنح أيضا الأولوية لمشاريع الصناعة التحويلية للحصول على العقار الصناعي. بالفعل، لأنه يحرك العديد من القطاعات، لذلك يجب نعم قرار في محل، ويجب أن يكون يعني له أولوية في الحصول على العقار الصناعي، لأنه يمنح ثقة لكل القطاعات الأخرى باش ترفع في الإنتاج. قلت لك أكبر تخوف لدى المستثمر اللي يروح القطاع الصناعة التحويلية هو تذبذب الإنتاج، لذلك فلما نمنح العقار الصناعي للمستثمرين في قطاع الصناعة التحويلية فنحن نحفز القطاعات الأخرى على زيادة الإنتاج، لأنه فيه مخرج، فيه من يستقبل هذه المحاصيل، ما راحش حيكون فيه مشكل في تسويق الكميات الإضافية ولا يعني كميات اللي تكون بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. لذلك أنا أعتقد أنه نقطة مهمة جدا في عملية الاستثمار، لأنه دائما نرجع لنقطة الانطلاق، نقطة الأساس هي أنه الصناعة التحويلية مرتبطة بالعديد من الصناعات، لما نقدم تحفيز للصناعة التحويلية فنحن ندعم كل القطاعات الأخرى. الدولة تستعيد أيضا أستاذ خرشي لتشجيع أي مشروع في الصناعة التحويلية بنسبة تمويل قد يصل إلى 90%، لأنه عندها أهمية كبيرة كما يعني تفضلنا بالحديث عنها. وأحد أكبر العوائق بالنسبة لأي مستثمر هو التمويل، لأنه كان فيه حديث في قانون الاستثمار حول كيفية تمويل الاستثمارات، هل المستثمر الأجنبي يأتي بالعملة الصعبة أم يأتي إلى الجزائر ويأخذ قرض أو تمويل متعدد القروض يعني من بنوك مختلفة. لكن الفصل في مثل هذه الأمور بكون أنه 90% تمويل من طرف الدولة يشجع بشكل كبير جدا الاستثمار في هذا القطاع، وإلا يعني أردنا فعلا تحقيق الإقلاع الاقتصادي، نواة أساسية ركيزة أساسية الصناعة التحويلية مرتبطة بقطاعات عديدة وبوزارات عديدة، ويعني ما نقولوش للأسف ولكن ما فيش وزارة مخصصة لهذه الصناعة رغم أهميتها، ورغم دونك نقدروا مستقبلا مثلا حسب ما ترى الحكومة والدولة ربما تكون فيه استحداث لبعض الوزارات متعلقة بهذه الخيارات الاستراتيجية. نعم، لأن تمس العديد من القطاعات وتتطلب تنسيق عالي بين قطاع الفلاحة، قطاع الصناعة، وقطاع التجارة. وحتى حجم التمويل دكتور العربي غويني ضخم جدا، 90% من المشروع هو بمثابة امتياز بالنسبة للمستثمرين. لا هو امتياز منح نظرا لحاجة الاقتصاد الجزائري للصناعة التحويلية، وكذلك لما تلعبه الصناعة التحويلية للوصول. قلت لك أنا باش نوصل للتنويع الاقتصادي لابد أن نعتمد على الصناعة التحويلية. علاه؟ قاعد نقول لك السؤال علاه؟ نقول لك لأن قدرة التنافسية للصناعات التحويلية الجزائرية، نمتلك القدرة التنافسية مقارنة بتوفر، قلت إما قد نذهب إلى الشراكة مع هذه الدول، إما لنوعية كواليتي تاع المواد
الخام التي نمتلكها، كذلك نمتلك أخي الفاضل، نمتلك كذلك موارد بشرية مؤهلة، لنا امتيازات. ما تعمل هذه الامتيازات على جذب المستثمرين، سواء تعلق بالمستثمر الأجنبي أو حتى المستثمر المحلي. من بين هذه الامتيازات 90%. لما نقول لك 90%، ما معنى ذلك؟ معنى أنك لو أنت تمتلك كمستثمر تريد أن تستثمر في الصناعات التحويلية تمتلك 10%، يمكن لك أن تقوم بإنشاء مصنع للصناعة التحويلية. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على توجه الدولة الجزائرية إلى الصناعات التحويلية، لا أقول بدلا وإنما أقول كمكمل لما تلعبه الصناعة الاستخراجية. إذن تبنى الصناعات التحويلية تبنى على الصناعات الاستخراجية، وهذا ما يكون إن شاء الله في المستقبل ومستقبل القريب إن شاء الله. حتى وإن كانت القضية الآن التمويل تنخرط فيه في عوامل أخرى، يعني كاقتناء مثلا التقنيات الحديثة بهدف زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية، عوامل أيضا لقيام صناعة تحويلية قوية. شوف الآن حتى قضية التمويل، حتى هناك لما تقرأ قانون الاستثمار تقرأ قراءات بين السطور وتوجه الدولة، هناك عقلنة وترشيد لكذلك لمسألة التمويل. ما هوش أي واحد يتحصل على تمويل 90%، بل لابد من توفر شروط موضوعية. ثم النقطة الأخرى المهمة جدا، نعلم جيدا أن هناك مردودية اقتصادية ومردودية مالية في الصناعة التحويلية. علاه؟ لأن الطلب المحلي السوق الجزائري لابد من تلبية الطلب الكبير للصناعة التحويلية للسوق الجزائرية وكذلك للسوق الأجنبية. وبالتالي معناه لما تمول أنت ولما تمنح امتيازات كبيرة، نعلم جيدا أن باستطاع الجزائر بوجود البنك، حتى كذلك أذكرها زميلي مسألة الميزة التنافسية، ماكش وحدك في السوق معناها أنت تنافس بطبيعة الحال. وبالتالي لما تمتلك أنت ميزة تنافسية، والميزة التنافسية معناها أنا أمتاز أو منتجي يمتاز عن الآخرين بخصائص، وبالتالي تلك الخصائص تجعل الطلب يزداد الطلب على منتجاتك لما تتوفر من تكلفة، من سعر، وكذلك من النوعية الكواليتي. الآن ما بقى أن لابد أن تتضافر الجهود ونتجه إلى الصناعات التحويلية. حتى يقول لك لما تقول تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كنموذج يعني اقتصادي جديد، والناشئة المؤسسات الناشئة في إطار تشجيع الصناعات التحويلية. ما هذه المؤسسات الصغيرة ما يشرح تتجه للصناعات الثقيلة أو للصناعات تتجه إلى الصناعات إلى هذا النوع من الصناعات. زيد نقول لك حتى في الصناعات التحويلية ليست فقط في الفلاحة، وحتى في البرمجيات، حتى في عالم التكنولوجيا تعتمد كذلك على الصناعة التحويلية. نعم، وحتى النص صريح في قانون الاستثمار الجديد بأن تعد المشاريع ذات الأولوية تلك التي تشكل بديلا للواردات وتساهم في تنويع الصادرات وتنجح في جلب التكنولوجيات، لأن جلب التكنولوجيا اليوم أيضا رافد مهم من روافد تحسين الإنتاجية وبالتالي التنافسية. تحدثنا إذن عن هذا النوع من الصناعات اللي هي الصناعة التحويلية، وكيف يمكن أن تدعم مسعى الجزائر أيضا لتشجيع التصدير خاصة نحو الأسواق العالمية وخاصة الإفريقية منها. أختم معكم على عجلة فيما يخص هذا المسعى، يعني مسعى الآن الولوج إلى الأسواق الإفريقية، ويمكن للصناعة التحويلية أيضا أن تساهم في هذا الانخراط. الله يشوف فرصة مواتية جدا، وهناك عوامل جاذبة وعوامل مشجعة من أجل الولوج أو ولوج صناعاتنا التحويلية أولا إلى الأسواق الإفريقية، نظرا لما يعرفه تزايد الطلب على الصناعات على المنتجات الصناعية. وكذلك يمكن لبعض المنتجات المتعلقة بالصناعات التحويلية يمكن أن تدخل أو تتلج إلى سوق المنافسة الدولية بسهولة تامة. أعتقد أن المقومات موجودة، إرادة سياسية متوفرة، نعم، في إرادة سياسية قوية، في قانون استثمار محفز، في مدخلات فيها ميزة تنافسية قطاع الطاقة، في مدخلات عندها بوتنسيال إمكانية نمو كبيرة قطاع الفلاحي، وهذه الصناعة التحويلية راح تخفض من الواردات، في بعض الأحيان راح تسمح بتحقيق الصادرات، وبالتالي حفاظ على العملة الصعبة،
جذب المزيد من العمل الصعب، توفير فرص العمل، وبالتالي فرصة للتنويع الاقتصادي. نعم، فرصة للتنويع الاقتصادي في الوصول إلى التنويع الاقتصادي، وهو خيار استراتيجي وقاطرة حتى المخطط الاقتصادي وبرنامج السيد الرئيس الاقتصادي الذي يتحدث عن سنة 2022 بأنها سنة اقتصادية بامتياز. وقفنا أيضا عند الصناعة التحويلية، عند موقع الصناعة التحويلية في هذا المخطط وفي هذا التوجه، مع ضيوف الجزائر مباشرة على التوالي الأستاذ إسحاق خرشي الخبير الاقتصادي. شكرا جزيلا لك حضورك في برنامج الجزائر مباشر. أشكرك دكتور العربي غويني الخبير الاقتصادي، من الملف الوطني إلى الملف الدولي. في الملف الدولي، يتواصل القصف الهمجي العدواني الصهيوني على غزة لليوم الثالث على التوالي وسط صمت دولي مطبق. وعلى ضوء هذه التطورات، ينتظر أن يعقد مجلس الأمن غدا اجتماعا لبحث العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع، فيما طالبت القيادة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الوضع وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. وسام أبو سعيد. هذه كانت إحدى الغارات الإسرائيلية التي رصدتها عدسة التلفزيون الجزائري عندما انهالت على رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ بمدينة رفح جنوب القطاع، وبقوا لساعات طويلة تحت الركام بينما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض. وضع رائق وفي الشيء يعني مسيت أمصفت الشارع، وصلت الشارع أبو يمكن أبو 100 متر هيك، إلا تصور خي بتنزل على الدار من بعيد، ما عرفتش اسوي. اخذت الولد على اهل زوجتي قريبين من داري، رحت اخذتهم اديت الولد غاد ورجعت على الدار، لقيتها ده اللي صار. المجزرة الإسرائيلية لم تكن الأخيرة، فهي تتزامن مع حالة من الحزن والأسى انتابت العائلات الفلسطينية وهي تودع شهداءها في بيت لاهيا شمال القطاع، في مجزرة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. أبرياء، أطفال أبرياء طبعاً، لأنه مدنيين ما فيش، مش حاملين حاجة، واقفين على الأسفلت هيك واقف عند سيارة أبوه راكز عليها، يجي الصاروخ وحيد أمه وأبوه، ما ضل لها حدا بالدنيا، ما ضل لها حدا، حرام والله حرام يا ربي. من دي يعدي عليها الباب؟ من دي يدق عليها الباب يقول لها يما؟ من بدي ينادي عليها ويقول لها يما؟ القصف الإسرائيلي تركز خلال الأيام الثلاثة على المباني السكنية وخلف دمارا هائلا في الأحياء التي تكتظ بالسكان، ويحاول الجميع الاحتفاظ ولو بذكرى دفنت مع أصحابها تحت الركام. المكان يعني مخيم ومغطى سكان وكتافة سكانية، وفيش مكان يعني تعدي منه الهضة، قاعدوا حوالي 4-5 ساعات متواصل لما نقدروا إيش يجيبوا المعدات يهدوا الحيطان من هنا شيء، وطلبوا من سمحت لهم، أنا قلت لهم هدوا بيتي خشوا على مشان طلقوا المصابين من قلب البيت والشهداء وطلعوهم يعني، وشباب وأطفال الكل هراء طبعا، بيده يشتغل بالطوارئ بالكريكات شغله يدويه. لما اجى البيجر طبعا تقريبا بعد ساعتين، طبعا المنظر كان شيء مروع مرعب. ومع انتهاء انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل المدمره، هناك مطالبات فلسطينيه بمحاسبه قاده الاحتلال في محاكم الجنايات الدوليه. وسام ابو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. 43 شهيدا وأكثر من 300 جريح بالإضافة إلى هذا الدمار في الممتلكات حصيلة هذا العدوان وهذا القصف العدواني الصهيوني على قطاع غزة، هذا العدوان الذي بدأه الجمعة. ضيف المحطة الدولية عبر الهاتف الأستاذ رائد ناجي المحلل السياسي. أستاذ رائد مرحبا. مرحبا بكم. أستاذ رائد، عشرات الشهداء سقطوا منذ بداية هذا القصف العدواني وهذا الاعتداء الصهيوني على قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يماعن في جرائمه وسط صمت دولي وعدم التحرك الفاعل لملاحقة المجرمين، ما تعليقك؟ طبعا عندما تقرأ المشهد الفلسطيني يجب أن تقرأه من عدة قراءات، في قراءة داخلية لدى هذا الاحتلال، وفي قراءة إقليمية، وفي قراءة دولية. لما نأتي لسؤالك في القراءة الدولية، نعم هناك دور أكبر أمريكي للاحتلال بإمعان جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية آخر
بقاع المقاومة في داخل فلسطين لاستكمال مسرحية بايدن في حلف أو الناتو العربي ما يسمى الناتو العربي الإسرائيلي بقيادة هذا الكيان. وبالتالي كانت هذه الجراءة يعني لديها الضوء الأخضر في تنفيذ أكبر قدر من الجرائم والدمار وفي داخل فلسطين لأسباب كثيرة جدا، في منها أسباب ودوافع نفسية بالدرجة الأولى، خاصة مع تقويض مساعي الاحتلال في داخل فلسطين وعدم القدرة على السيطرة على داخل فلسطين، وهناك بؤر مقاومة ما زالت تخلق في فلسطين وفي الضفة الغربية. كل هذه الأمور جاء الرد عنيف على لأجل إعادة هيبة هذا الاحتلال وعدم تساقطه، هذا من الجانب النفسي. من الجانب الدولي الحقيقة في تغاضي غربي كبير جدا، خاصة وأن الاحتلال يحرج الغرب خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا، فبالتالي الموقف الغربي كان منحازم والأمريكي إلى أوكرانيا، فبالتالي سيكون مدان لو تحرك إلى الجانب الفلسطيني، فبالتالي سيحرج سياسيا، فبالتالي سيغمض عينا معظم دول العالم بالتالي التوجه الغربي ضد جرائم هذا الاحتلال، ويطلق أن يستبيح ما يستبيح من الدماء الفلسطينية، وخاصة أن حتى أمريكا في هذا الموضوع تربح الكثير جدا من البروباغندا الصهيونية، خاصة في ظل الخلاف الروسي الأوكراني الذي حقيقة أحرج الغرب وأحرج أمريكا وجعل اليد الطولة لروسيا. أراد الغرب أن يتخفى من هذه الهزائم المعنوية، فبالتالي لابد من فتح جبهات أخرى. كانوا أرادوا فتح جبهة مع الصين، لم تنجح هذه الجبهة، فكانت الجبهة أن تكون في قطاع غزة، لأنه المبررات للاحتلال دائما موجودة، فبالتالي الإمعان في قتل الفلسطيني سيكون هو السبب وسيكون هو الهدف وهو البوصلة وبنك الأهداف لهذا الاحتلال. لا. واضح. أستاذ رائد، نحن نتحدث عن موقف هذا العدو الذي يتأثر بمجموعة أو بعدد من المحددات سواء كانت داخلية وخارجية وحتى معطيات، فهو يسعى إلى إنهاء هذا العدوان بأقل الخسائر. منذ اتفاق وقف إطلاق النار شهر ماي العام الماضي بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، الاحتلال الصهيوني لم يتوقف على الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقمع الأسرى في السجون. ما دلالة هذا التصعيد في غزة؟ الحقيقة هو الاحتلال كان يريد عدة أهداف أو بنك أهداف مرصودة لدى هذا الاحتلال، ظاهرة وأخرى خفية. من الأمور الظاهرة كانت عملية إسقاط الفصائل في مزلق صرخ تسد، وبالتالي أراد الاستفراد بالجهاد الإسلامي خلافا للفصائل الأخرى، حتى أنه أرسل رسائل معينة بأنه ينأى أو يبتعد عن حركة حماس. ما هذا الكلام؟ حتى يستفرد بباقي الفصائل، فبالتالي هنا الفصائل قامت بعملية مشتركة سمتها وحدة الساحات، يعني من اسمها واضح الموضوع. فبالتالي لما انزلقت ولم تستطع تحقيق الهدف المرصود اللي هو قضية التفريق بين الفصائل، وكانت الرد من كافة الفصائل طبعا أربك العملية العسكرية، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، الاحتلال كان دائما مع الحكومة الحالية كان دائما يراهن أنها من أضعف الحكومات التي جاءت لهذا الاحتلال، وبالتالي هذه الحكومة كانت حتى المعارضة في داخل الكيان تتهم بالضعف وعدم القدرة على الرد، حتى مع اعتقال الأسير بتام، وكان الجهاد الإسلامي قد هدد بالرد تقريبا رصد 25 ألف جندي يهودي، مات أكثر من 20 يهودي حسب يعني سوركا، مستشفى سوركا الصهيوني هو اللي قال هذه المعطيات، وأغلقت معظم المطارات في هذا الاحتلال، يعني 4-5 أيام والاحتلال مغلق تحت الملاجئ، فكانت المعارضة طبعا تعاير هذه الحكومة وتتهمها بالضعف، فبالتالي كان رد والحجم الدمار والتدمير على المباني وعلى إرباك حقيقي في داخل هذا نعم. الكيان. دعني أسألك نعم أستاذ رائد، دعني أسألك أيضا، الجزائر أدانت هذا أنت معي أستاذ رائد؟ أنا معك أسمعك جيد. الجزائر أدانت هذا الهجوم ووصفته بالغاشم وأعربت عن قلقها البالغ إزاء هذا التصعيد، ودعت مجلس الأمن للتدخل من أجل وقف هذه الاعتداءات في حق المدنيين. هل ننتظر تحركا دوليا ضد هذه الاعتداءات؟ الآن المجلس الأمن الدولي حقيقة الآن يعني الفواعل الكبيرة التي كانت في المجلس الأمن الدولي يعني في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية نوعا ما الآن تعاني حقيقة. لو كانت هناك ردة فعل من الدول الأخرى التي تقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وهي كثيرة في العالم من تعاند المشروع الإمبريالي، ستكون حقيقة لو وجد هذا الجهد حقيقة وطرح في المجلس الأمن الدولي بثقل دولي مخالف للكتلة الغربية، نعم سيحدث فرقا كبيرا، ولكن إذا بقيت الأمور في مشروع الإدانات
ستكون النتائج فقط يعني من باب السياسة ورفع الحرج السياسي، وفي نفس الوقت هو إدانة يعني سياسية، دعنا نقول انتصار سياسي قد يسجل إلى الجانب الفلسطيني بعيدا عن الترتيب وعن الواقع الفعلي وردة الفعل الواقعية في الميدان. إذا مجلس الأمن سيعقد غدا جلسة حول الاعتداء الصهيوني على غزة، ما هي القرارات في رأيك التي يرتقب اتخاذها بهذا الشأن، أو ماذا تتوقع أستاذ رائد؟ أنا أتوقع أنه دائما أن يكون أن يواجه الفيتو الأمريكي والغربي يعني الدول هذه ما تسمى بالدول الفاعلة في أوروبا أن ستكون إلى جانب الاحتلال مع بعض من دخلوا في التطبيع وبعض الدول الإفريقية، ولكن يعني ربما أن الشيء المطمئن لأول مرة أن هناك في دول عظمى صاحبة القرار مثل الروس أو الصين ستكون إلى جانب القضية الفلسطينية، والجزائر مثلا بصفتها أيضا ستكون إلى جانب القضية الفلسطينية جنوب أفريقيا. يعني نأمل لما هذه المرة أن تكون المعادلات مختلفة في مجلس الأمن على غرار يعني على خلاف ما سبق عفوا، لأنه فعلا الآن العالم يختلف يعني حتى التقاطبية العالمية الآن مختلفة تماما. يعني أنا أدعو أو أتأمل أن تكون هذه النتائج لصالح القضية الفلسطينية على ضد العدوان وهمجية العدوان ومن وذيول العدوان أيضا. والجزائر تحدثت أيضا عن انتهاكات ممنهجة للاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين والاحتلال الذي يستهدف المدنيين ومن بينهم الأطفال دون محاسبة ودون تحرك دولي. أستاذ رائد ناجي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت ضيف المحطة الدولية في الجزائر مباشر. الجزائر مباشرة، شكرا لكم والسلام عليكم.